خوف من الله تذكر الآخرة. فالعبد الموفق السعيد قصير الأمل في هذه الدنيا. لقد وعظك ربك وتمت موعظة الله، فلا أصدق من الله قيلا ولا أتم منه موعظة. في كل يوم نسمع بآذاننا ونرى بأبصارنا ما تنقض به المضاجع، في كل يوم نرى المرضى الذين انتهت آجالهم، ونرى الأصحاء الذين انقضت أعمارهم. يسير الإنسان في طريقه فيرى الحادث ويرى أخاه أمامه مجندلا، بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا. في كل يوم نؤذن بالموت، وفي كل يوم نذكر بالرحيل من هذه الدنيا. فماذا بقي للإنسان؟ ماذا بقي للإنسان إلا أن يجد ويجتهد؟ والسعيد من وعظ بغيره. فالسعداء هم الذين جعلوا الآخرة نصب أعينهم، ولقاء الله لا يفارقهم، فجدوا واجتهدوا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالله سبحانه وتعالى أخر عنك الآخرة لتتقدم إلى جنات عدن بالأعمال الصالحة. ثم سل نفسك مما مضى من العمر، كم سهرت مع الأصحاب، وكم جلست مع الأحباب، وكم قدمت للناس، فما الذي أخذت وما الذي استفدت؟ فالسعيد الموفق من جاءته نذر الله فإيقظته من غفلته ونبهته من منامه. فاترك أخي عنك التسويف، واعلم أن أمر الاستقامة والبعد عن أسباب الخزي والندامة واليقظة في هذه الدنيا والاستعداد ليوم القيامة هو أعظم الأمور وأجلها. فكن من العقلاء وكن من السعداء الأتقياء، وخذ بالأسباب التي تقربك إلى الله. ومن أعظم الأسباب أن تدعو ربك، فلا مهدي إلا من هداه الله. وصدق الله إذ يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فوعدنا الله إذا استهدينا أن يهدنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فاستهدي ربك واسأله الهداية، واسأله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه من صلاح القول والعمل. الأمر الثاني أن تكثر سماع القرآن وتدبر آيات القرآن وقراءة القرآن، فإنه إمام هدى لكل خير واستقامة، وسبب في النجاة من كل خزي وندامة. الأمر الثالث أن تبحث عمن يقربك إلى الله، فإذا وجدت أن الأصدقاء والأصحاب والأحباب يبعدوك عن الله فاستبدل بهم أخيارا يقربوك إلى الله. فالبحث عن القرين الصالح والجد في ذلك والصدق فيه من أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى صلاح القول والعمل.